كما قلنا لكم الخوت، ها هي الديفياسيون اللي قلنا لكم غتولي دابا، راه ما بقاتش الديفياسيون حدا داك الستاسيون ديال الخوت ديال افريقيا، ولا دابا الديفياسيون هنا حدا هاد لونيفرسيتي بريفي دو لا سونتي دي سيونس داكادير. المهم الفيديو هذا كنصوروه تقريبا دابا شحال هادي الساعة، هادي 44 دقيقة، ما غاديش نخرج البرام، ماشي ما غنخرجش البرام، ماشي مشكل. المهم انا عندي واحد الطريق تقاد تقاد المنتخب ان شاء الله، علاش دابا في الياسين اللي كاينه هي هادي شحال ديال ربي دابا هادو الرموكات دابا هادو، علاش ما يدوزو في الطريق المداري؟ نورمالمون هادو خصهم يدوزو في الطريق المداري دابا هادو، راه هما دابا اللي كيعكسوا المأمورية ديال هذا سميتو. نورمالمون دابا خصني نخرج شي قرار باش هادو الرموكات صافي تمنعو من هاد الطريق السريع الحضاري، خاصة دابا كاينين الاشغال. دابا شحال ديال الرموكات، شوف شوف خاني هذا فيه سكيكة ومام الطريق هادي دابا كل هادي فياسيون كلشي دابا تلقاو الطريق، والسبب الرئيسي علاش تلقاو الطريق لأنه هذاك سميتو هذاك اش كيقول ليه مول ستاسيون ضغط عليهم قال لهم اسيدي راه الناس مبقاش كيجيو عندي وهادي، ولكن المصلحة العامة كتسبق المصلحة الخاصة، اش فهمتوني المصلحة العامة كتسبق المصلحة الخاصة. هانتوما دابا كتشوفو الديفياسيون هادو دابا راه الطريق هي هادي دابا كيجيو حتى لهنا وكتكون الديفياسيون ورا لو سانك فوت شتي ابي دابا هاد الرموك هادا دابا علاش ميدوزش الطريق الطريق المداري علاش ميدوزش فيه هاد الرموك دابا هادا شحال ديال الرموكات هاد دابا الرموكات هما اللي كيعطلو سميتو هما اللي كيعطلو الحركة البشرية. كل انسان الناس ديالها قادر دابا حاولوا يتفاداو هاد الطريق هادي، الا كنتو غاديين دابا ماشي ضروري باش تدوزو من هنا، حاولوا يتفاداو هاد الطريق الرموكات هما اللي كيعطيو القضية، ما اللي معطي القضية هذا، ها اللي نبيعات هاهي شتوها، هي هادي اللي نبيعات، مدرسة اللي نبيعات لا ريفيرونس، أحسن مدرسة في أكادير. دابا غيدوزو القوات السفن ديال الشتا